أسعد الله مساكم مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. في خضم الدعم القوي الذي تلقاه مختلف المبادرات المغربية على المستوى الأممي ولا سيما من لدن بلدان القارة الإفريقية، عبر عدد من سفراء الدول الإفريقية بمقر الأمم المتحدة على هامش انعقاد فعاليات اللجنة الرابعة عن تثمين بلدانهم لمبادرة الحكم الذاتي ومختلف الإجراءات المتخذة من طرف المملكة. تقرير محمد فاضل أبو الحسن يعرض لهذه المواقف والتصريحات. ينبغي التأكيد بشكل خاص على المبادرات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المغربية لتنخرط أكثر في عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول لدى أطراف النزاع في الصحراء. هذا ما أكده سفير غينيا الاستوائية أمس الجمعة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. السفير دونغمبا كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، حيث كرر تهاني بلاده للمغرب على التدابير التي اتخذتها المملكة لتعزيز عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة. المناسبة ذاتها والمكان نفسه أثير خلالهما الموضوع، حيث عبر السفير التوغولي عن الإرادة الصادقة للمغرب للمساهمة في الجهود الأممية بهدف التوصل إلى حل توافقي سلمي، إرادة تتميز بكونها تمثل حلاً وسطاً يستجيب لانتظارات الأطراف وتتجاوز مواقفهم التقليدية. السيد دير كودغا السفير البوركينابي بالأمم المتحدة في تدخل له أمام اللجنة الرابعة قال إن بلاده تدعم مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، مشدداً على أن بلاده تدعم التوصل إلى حل لملف الصحراء لكونه يشكل أحد المحاور الأساسية في السعي لتحقيق الاستقرار والأمن في كافة منطقة الساحل والصحراء التي تواجه حالياً تهديدات أمنية هائلة. وفي نفس السياق تتواصل فعاليات الدورة 69 للجنة الرابعة للأمم المتحدة. أشغال اللجنة الرابعة متواصلة بمداخلات الوفد المشارك خلال أشغال هذه اللجنة. التفاصيل في تقرير للسالك رحال وعبد الرحيم بن شيخ. بالبرهان والوثائق المدينة والملموسة حشرت الجزائر في الزاوية خلال أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. مداخلات الوفود المشاركة سواء منها الأجنبية أو القادمة من الجهات الجنوبية الثلاث ركزت بالدلائل على الدور الذي تلعبه الجزائر في عرقلة المسار السلمي لقضية الصحراء، فانتصرت إرادة الحقيقة على الدعايات الكاذبة للجارة الجزائر. نوضح قضيتي اغتيال خطري حمدها خندود وشقيقه محمد علي نبويه كتابيا وخفيا. استطعنا واستطاع الواقع أن يفضح أكاذيب الجزائر، وكان لنا النصر وكان لنا كان لنا الفضل أن أوضح معنى إرادة هذه سكان هذه الجهة من وطننا في حكما ذاتيا لأقاليمنا الجنوبية. أنا عسي واعتقادي الشخصي أن دستور 2011 بكل جديده حتما سيؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال أشغال هذه اللجنة تم عرض التجربة الرائدة للمملكة المغربية في مجال تحديث المؤسسات وتمكين ساكنة الأقاليم الجنوبية من المساهمة بشكل تشاركي في رسم الخريطة التدبيرية للشأن المحلي من خلال تأطير وتكوين الكفاءة المحلية الشابة وتعزيز دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات في إطار تشاركي محض. الصحراويين بمخيمات دوف، فلا ناقة لهم ولا جمل في هذه الطموحات الجزائرية المعادية لبلادنا، ومع ذلك تواصل الجزائر احتجازها للمئات والآلاف من المواطنين الصحراويين ضدا على القانون الدولي الإنساني. أولوية الخاصة التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية في مجال حقوق الإنسان من خلال إرساء آليات جهوية فعالة لا زالت لحد الآن تراكم تجربة تعد الآن من أهم التجارب لا على الصعيد الوطني فقط بل حتى على الصعيد الجهوي والإقليمي. الحمد لله، هذا انتصار للمغرب وهذا انتصار لأبناء الأقاليم الجنوبية الذين يتعاطفون مع إخوانهم في المخيمات ويرجون أن يحل المشكل قريبا حتى ترجع الأمور إلى نصابها ويكون إن شاء الله المغرب الآمن الذي يتقدم هو المنتصر.
توصيات مهمة ستصدر في ختام أشغال هذه اللجنة تدعم توجه المغربي نحو حل سلمي توافقي يرضي جميع أطراف هذا النزاع ويبرز الدور الجزائري الواضح في عرقلة أي محاولة إلى التوصل للحلول الممكنة. احتفاء باليوم الوطني للمرأة وبالفعاليات النسوية المحلية بالداخل، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخل أو سرد لقاء تواصليا تحت شعار واقع المرأة بالجهة ودورها في التنمية. تفاصيل اللقاء مع محمد تروزي ومحمد يداس. بدأنا يومهن الوطني إلى جانب الرجال بلقاء سلطت فيه عدة فعاليات نسوية الضوء على واقع المرأة بجهة وادي الذهب القويرة، مع الحديث عن دورها في التنمية والتعرف على مختلف التحديات التي تواجهها بكافة القطاعات، كما وقفنا على المكتسبات القانونية التي كما تفرض عليها واجبات تعطيها حقوقا كشريك للرجل في الحياة اليومية. يعني هي المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية كلها تضمن للمرأة الحقوق، لكن الهوة التي تبقى هي مسألة التوعية والتحسيس. المرأة بالجهة لا زالت ينقصها الوعي بحقوقها وبواجباتها من أجل أن تشتغل على هذه الحقوق، ولكن خص التطبيق. خصنا أولا نربيهم من الديبار، من وليداتنا وهما صغار، ذكور وإناث، لأن إلا ربيت غير المرأة على أنها تأخذ حقها بحال اللي كان ما كنخليش كنخلي واحد المقاومة كاينة من جهة الذكر كأخ ديالها كزميل ديالها لا، خصني نربيهم بجوج على أنهم راهم متساويين في الواجبات ومتساويين في الحقوق، ويجب أن يكون هناك تكامل بينهما. وتسعى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخل أو سرد من خلال عقد مثل هذه اللقاءات إلى الانفتاح على الفعاليات النسوية المحلية وتشجيع مبادراتهن في مختلف المجالات. في أخبار المجالس المنتخبة، عقد المجلس الإقليمي لطنطان دورة استثنائية خصص جدول أعمالها للتداول بشأن آثار الفيضانات التي تهدد المنطقة. حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها مدينة طنطان والتي عرت بنيتها التحتية عجلت بعقد هذه الدورة الاستثنائية التي طرح خلالها أعضاء المجلس الإقليمي مع عدد من المسؤولين سبل حماية المدينة من آثار الفيضانات التي تهدد المنطقة وكذا ساكنتها في ظل هشاشة بنيتها الأساسية. سبع دقائق ديال المطار ورتنا حقيقة مدينتنا، مع الأسف مدينة الموقع الجغرافي ديالها يجعلها مهددة بالفيضانات، والبنية التحتية ديالها على قد الحال. وجلسنا مع وكالة الحوض المائي ومع المسؤولين باش نشوفوا كيفاش نعالجوا هذا المشكل ديال مياه المطر. الأعضاء الحاضرون تساءلوا خلال أشغال هذه الدورة عن أسباب تأخير تثبيت قنوات صرف مياه الأمطار بشارع الحسن الثاني، وهو ما أدى إلى فيضانات بهذا المحور الرئيسي تسببت في إلحاق أضرار بهذا الشارع الذي يعد المدخل الشمالي للمدينة. بالنسبة لشارع الحسن الثاني، النقطة السوداء اللي تواجد قرب المدارة ديال تلمزون، مياه الأمطار جاية من خارج المدار الحضري للمدينة، من هذه لاديق اللي مديورة لحماية حي المسيرة واللي تكب في عند المدارة ديال تلمزون، وهذه المياه الأمطار تمر عبر حي النهضة. خرجنا بنتائج إيجابية، اتفقنا على نقاط السوداء اللي خصها تعالج بأولوية اللي تعطى لها أولوية، وبالتالي غادي عندنا اتفاقية مبرمة مع المجلس الإقليمي اللي غادي نشرعوا ابتداء من الاثنين المقبل إن شاء الله في إنجاز واحد الحاجز، وغادي كذلك تم الاتفاق أنه سيتم تدقيق الدراسة الأولية تنجزات لصرف مياه الأمطار. تدابير إذن وجب التسريع في تنزيلها للحد من أخطار الفيضانات التي تهدد هذه المدينة في ظل ضعف وهشاشة بنيتها وتجهيزاتها الأساسية.
في الميدان التنموي يشهد إقليم بوجدور تسارعا ملحوظا في الأوراش العمرانية الكبرى، حيث رصدت مبالغ مالية مهمة لعدد من المشاريع التي تصب في المصلحة العامة للمواطنين. أحد أهم الأوراش كورنيش المدينة الساحلية الذي رصد له غلاف مالي تجاوز 4,500,000,000 سنتيم. سالك رحال ومحمد شارع والتفاصيل. إقليم بوجدور عند استرجاعه إلى حاضرة الوطن لم يكن سوى نقطة إرشاد للسفن عن طريق المنار، بالإضافة إلى خيم هنا وهناك. اليوم وبعد أزيد من 3 عقود من التنمية العمرانية، يتبوء اليوم مكانته اللائقة بين مدن الجهات الجنوبية 3، لكن بتميز ساحلي مهم يتيح الفرصة أمام الاستثمار. استثمار خصصت له الدولة المليارات من الدراهم لتجهيز إقليم لم يكن موجودا قبل 75-900 ألف. آخر الاستثمارات التي سترى النور قريبا كورنيش المدينة الساحلية، امتداد على مئات الأمطار من الشمال إلى الجنوب بتكلفة مالية نهزت 4,500,000,000 سنتيم. غلاف مالي ستتم تعبئته لإنجاز منطقة ساحلية متطورة لفائدة الساكنة، هي عبارة عن ممرات للراجلين وفضاءات للراحة والاستجمام، بالإضافة إلى مقاهي ومحال تجارية وغيرها من المرافق الخدماتية، مرافق ستنقل المدينة وساكنتها إلى مستقبل أفضل في إطار برنامج طموح للسلطات المحلية على المديين القصير والمتوسط. مدينة بوجدور من خلال هذا الورش العمراني الكبير ستصبح قبلة للاستثمار الوطني والأجنبي، استثمار سيهم مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدماتية، مما يتيح المجال أمام خلق مناصب شغل قارة وموسمية ستساهم في تشغيل أبناء الإقليم في انتظار أوراش تنموية بإقليم التحدي. رياضيا، هزيم ممثل المملكة في كرة اليد فريق وداد السمارة بصعوبة أمام حامل اللقب النادي الإفريقي بفارق هدف واحد فقط في اللحظات الأخيرة من المباراة التي شهدت تنافسية عالية للفريق الصحراوي. وداد السمارة لا زالت أمامه مباراتان أمام ممثل مصر والغابون لبلوغ الدور الثاني. نصل الآن إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس اليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الطقس سيكون هادئا مع سماء قليلة الغيوم قرب السواحل وصافية بباقي الأقاليم الجنوبية. درجة الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 16 درجة بجليميم و 22 درجة بأوسترت. أما درجات الحرارة العليا تتراوح ما بين 35 درجة بأوسرد و 22 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج عالي العمق. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:53، أما الغروب سيكون على الساعة 7:23. درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 36 درجة بنواكشوط، 37 درجة بنواذيبو، 37 درجة أيضا بالزويرات، 31 درجة بتندوف، وبالعاصمة الرباط 22 درجة. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الأنترنت snrtech.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعة تي العيون والداخل الجويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية corcas.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا بإذن الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. أطيب المنى منا لكم
وفي أمان الله.